خافك بقى من بالمضمون الشكل بضل في قصص ممكن نعملها اذا عطلتني همها بعدين. لا ما عندي مشكله، ما بحس الواحد بيكبر، بيكبر شكله بس ما بيكبر عقليا ونفسيا، ما بحس. لا لا مش من الكبر، تخاف من الموت؟ لا بدي اخاف، لا ما بخاف اكبر. انه في طرق انه واحد يضل صغير يعني، بس شيء ما بحب اصبغ شعري. كل عمر فيه شيء حلو. ايه يعني واحد ما يكون هيك يونج من جوا، ايه بخاف. بخاف اكبر من شغله واحده بس كرمال صحتي. No, actually I enjoy growing up. ومشان هيك بعمل عيد كل سنة وفستيفال يعني على القد. بخاف من الكبر؟ ليك لا، لأن هي طبيعة الحياة إنه بدك تكبر بالآخر. Makes يعني sense. ليه بدك تخاف؟ بحب أكبر مش بخاف من الكبر. يعني أنا بحب يصير عندي هول الوليد وهيك. لا عن جد بحس إنه الكبر هو أحلى من الصغر بعتقد. بيصير انت فيك تعمل قصص اكتر من انت وصغير. في شارع بهالموضوع؟ تفضل. انت وصغير كنت تقولي مثلا بس تصير 20 بدي اعمل هيك، بس تصير 25 بدي اعمل هيك، بس تصير 30 بدي اعمل هيك، عملت شيء؟ بس خلينا نعمل ديفينيسيون شو الكبر؟ يعني قد ايه عمر الكبر؟ ما هيدا السؤال. انه اللي يغيد ويطلع لك تجاعيد. على 40 خلينا نقول، انا بالنسبه لي على 40 رح كون بعز شبابي. انا شخصيا. انت مثل مثل جوزي، جوزي هيك بفكر مثلك. مثلك كمان؟ ايه. يعني ممكن أنا بس أنا بعد الأربعين ما كثير بطول يعني. ما حدا بيعرف يعني لسه بتقرب. بس إنه هيك يعني إنه إيه. بس أتليست 40-50 أنا أكيد رح كون حدا بعز شبابي حتى لو في دغيري اللي كثير رح حبه. واو. أنا شخصيا عن جد أنا بعكسك ماريا، أنا بخاف من الكبر مش لأنه عم يطلع لي دغيريد، بغض النظر انه عم يطلع لي دريد، بس بحس انه كل ما عم بكبر كل ما عم يسبقني الوقت، وكل ما اللي حوالي عم بيكبروا، فكل ما انه ما بقى عندي وقت كتير لحقه وعيشه مع اللي حوالي. وبصير عتلاني هم انه يا ريت بحس مثلك، لانه الكبر هو مرحله كتير حلوه مثل كل مرحله من المراحل، بس بتخوفني. يمكن اذا الواحد ما بيفكر فيها كتير بتجي وبتروح لحاله. يمكن معك حق، بس حتى شكليا اذا بدي اجي افكر بحالي انه بس اكبر، ما بعرف بعد ما جربتها، بس ما بعرف قد ايه رح اقدر اتقبل حالي شكليا انه يكون عندي دريد. يمكن لاقيهم شيء كثير حلو ويكون فيز واود امبريس ات ان ماي لايف، ويمكن لاقي انه لا عم بخسر. ما بعرف عن جد. انت ما بتخاف؟ بلا بخاف يعني. بتخاف شكليا ولا من كل النواحي؟ الجواب مطلق بخاف يعني. انا كمان مطلق اتفقنا عليهم. بخاف يعني. نحن لما بنقول كلمة ختيار دغري مقابلها بيكون في عجز، ما بصراحة يعني انه هذا كبر، هذا انسان كبير ما عاد يقدر يعمل نفس النشاطات او مثل الشاب اللي عمره مثلا 30 او 40 50 سنة. فخاف من هذا الشيء، فبحاول دائما اطلع على العالم اللي هن وصلوا لهذا العمر بس لساتهم قوايا. فمشان هيك بحاول اني من هلا اني انا اعتني بحالي، لانه انا بدي اكون مثل هدول، ما بدي اكون مثل هدول. بلعب رياضه وباكل صح، ويعني بتمنى انه انا اكيد اكون مثلهم وما وصل لهي المرحله، اما غير هيك ما في شيء بخوف.